السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا زي ما أنتوا شايفين كده، ده واضح جدا إن هو هنعمل معاه كلون. لما نزلت قبل كده تدريج الألوان وإزاي إن أنت تقدر تعملي من مشروع صغير الرمل الملون، طلبتوا مني إزاي نعمل لون الأوف وايت أو ما يسمى سن الفيل. سن الفيل بنحتاج منه ابيض ولون واحد بس، اما ده انا هعمله رصاصي داكن، اللون اللي هو الاسمنتي الغامق قوي، ما بيكونش طبعا ابيض وعليه اسود زي ما الناس بتبقى فاهمه، لا ده لون تاني. انا مش هعمله الوقت معاكم طبعا، بس انا بديكم تنويه لما بعد. عشان تقدري تعملي اللون السني او سن الفيل اللي هو اللون الاوف وايت، هتدهني بقى مثلا غرفه النوم، يبقى هتستخدمي لون ديكو. لو هتدهني زيتي هتستخدمي بلاستيك، يبقى هتجيبي لون بلاستيك. كل الاحوال يعني هيكون اللون الاول هو اللون الابيض. لو هتستخدمي الوان الزيت فهو هيكون اللون الابيض وعليه لون اسمه في عالم الدهان لون جوزي. انت هتقول انا عايزه لون جوزي، هيجيب لك اللون الجوزي ده، تمام. وهنحتاج طبعا لو انت هتستخدمي زيت هنحتاج نفط، والنفط دي مادة تخفيف وتسرع من عملية الدهان انها ينشف معاك بسرعة، خاصة ان انت مثلا لو دهنت في فصل الشتاء هيكون عملية صعبة جدا. احمي ايدك دايما بكلاس. ده النفط او ما يسمى مذيب لكي، بس احنا في عالم الدهانات عامة اسمه نفط. هجهزه برضو معايا. وهنحتاج هنا طبعا عصات تقليب. هتبتدي عشان تطلعي لون الاوف وايت تنزلي نقطه 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 وهتقلبي. هنا ظهر معايا بسرعه ازاي، بس ما بيكونش ده بيكون اللون الخداع. انا هعمل معايا شويه نفط صغيرين، ده نص كيلو، يبقى شويه نفط صغيرين جدا، تمام. وهقلب علشان اقدر اكتشف اللون هل هو خداع ومجرد الطبقه الفوقانيه بس لان ده لون زيت فتقيل معايا تقيل، ولا هو اللون الاوف وايت اللي هو سن الفيل اللي انا عايزاه. طبعا النفط معانا هنا بيدوب الدهان او بعملية تسريع لان الوان الزيت حلو. ده سن الفيل، لو الكاميرا كده جايباني معايا، ده اصبح لون سن الفيل من نقطة صغيرة. عايزة تغمقي سنة كمان، يبقى هتحطي سنة نقطة نقطة زي اللي انا حطيتها بالظبط، وهتبتدي برضو عملية التقليب. انا هنا طلع لي الدرجه بالظبط بالظبط، دي لون سن الفيل او لون الاوف وايت. هي طبعا ممكن ما يكونش معاك واضح، هنا هنجيب فرشه الطلاء العاديه بتاعتنا عادي اهي، تمام اهي، ناخد قطعه صغيره كده وهنبتدي نعمله معاكم. ده خشبه الاختبارات، شايفين الجمال. طبعا لو انت هتدهني حيطه هتحتاجي روله، لو انت هتدهني باب شباك ايا كان حاجات صغيره يبقى هتحتاجي فرشه. وكده انا معايا اللون الاوف وايت بكل سهوله. للتذكره فقط، الالوان المستخدمه ابيض خالي، ابيض صافي، لون جوزي ويسمى في عالم الدهان لون جوزي، كمان نفط لتخفيف الدهان وسرعه النشفان او التكفيف. يا رب اكون قدرت افك ولابس جزء بسيط. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.